مصر تعلن مواصلة جهودها للتوصل لأقرب وقت لاتفاق التهدئة في قطاع غزة. القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري لمعبر رفح. الأونروا قرار تجميد الدول المانحة مساعداتها للمنظمة له انعكاسات كارثية. قنصل السودان بأسوان يشكر السلطات المصرية على حسن استضافة السودانيين. وزارة الداخلية تضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية في حملات رقابية على الأسواق.